الجنوبية للمملكة، الندوة شارك فيها عدد من الأكاديميين والباحثين الجامعيين والمؤرخين. والمزيد ضمن روبورتاج سعاد الزعتراوي. الأبعاد السوسيوتاريخية والأهداف التنموية لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، هذا الموضوع تناوله أكاديميون وباحثون ومؤرخون في هذه الندوة الأكاديمية التي نظمتها بفاس مؤسسة نادي الكتاب بالمغرب ومجلس المدينة. الآن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه مشروع الحكم الذاتي مقبولا من طرف معظم المسؤولين وأعضاء مجلس الأمن الدولي، وأذكركم بتصريح هام جدا لوزيرة خارجية إسبانيا قبل يومين ترينيداد جيمينيز، التي قالت بأن هنالك حلولا ممكن تبنيها لحل قضية الصحراء من خلال عملية استفتاء. المتدخلون في هذه الندوة الأكاديمية لمسوا مقترح الحكم الذاتي من جوانب عدة، كما لم يغفلوا موضوع النموذج المغربي للجهوية الموسعة. ينبغي أن نبرز للآخرين، للعالم الآخر، بأن قضيتنا هي قضية ليست قضية سياسية فقط، ولكن قضية لها أهداف تنموية، لها أبعاد جيوسياسية ثقافية أنثروبولوجية. والندوة كانت مناسبة لتوقيع كتاب لماجد كريمي بعنوان الحكم الذاتي بأقاليمنا الصحراوية المرتكزات التاريخية. في بيان له اليوم، دعا منتدى مؤيدي الحكم